بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سألني أحد الطلبة بعد الصلاة هذا السؤال. يقول الملحدون: أنتم تعولون على الفطرة وتدعون بوجود فطرة أصلية، وتنقمون علينا قولنا أنه يجب محو كل ما علق في النفس إلى آخره، فما الدليل على إثبات هذه الفطرة؟ فما الجواب عن هذا السؤال؟ حينما يقول الملحد: من أين لكم؟ ما الدليل على وجود هذه الفطرة التي تزعمون أن الناس قد فطروا عليها؟ فالجواب عنهم من وجوه. الوجه الأول أن نقول إن ربنا سبحانه وتعالى قد أخبرنا بذلك، فقال سبحانه: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وهذا تطبيق لما كررته عليكم مرارا، أننا لا نتخلى عن الدليل القرآني في مواجهة هؤلاء، فنستدل بالقرآن أولا لأننا نؤمن به ونعتقد أن ربنا سبحانه أصدق القائلين، وأن كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الجواب الثاني أن نقول لهم: هؤلاء الأطفال الذين هم أحدث الناس عهدا بفطرة، هل سمعتم بطفل ملحد؟ هل سمعتم يوما من الدهر بطفل ملحد؟ لا والله، جميع الأطفال ينشأون متقبلين للإيمان بالله، حتى إن بعضهم إذا أراد أن يستعدي على بعض خوفه بالله عز وجل، وجريان ذكر الله على ألسنة الأطفال أمر عادي مقبول عندهم، لا يجدون غضاضة فيه ولا يجدون عسرا في تقبله. لا يضر ما قد يسأل الطفل أحيانا من أسئلة لا يحسن صياغتها، هذا لا يدل على عدم الفطرة، لا، بل هم مفطرون جميعا على أن هذا الكون له خالق، ويرفعون طرفهم إلى السماء. وحتى أني نقلت عن أستاذ، نقلته قبل يومين في إحدى التغريدات، عن أستاذ في جامعة أكسفورد متخصص في العلوم الإنسانية، يقال له جاستن بيرت أو نحو هذا الاسم، يقول: لو نشأ أطفال في جزيرة منقطعة لنشأوا مؤمنين بالله، هكذا يقول، يعني شهادة منهم، أو لا أقول من الملحدين، قصدي من بني جنسهم، لم يقلها واحد من المسلمين. يقول: لو نشأ أطفال في جزيرة منقطعة لنشأوا مؤمنين بالله. الجواب الثالث أن نقول لهم: دعونا من موضوع الإيمان بالله والإقرار بوجوده، ماذا تقولون في الأخلاق؟ وهذه معضلة بالنسبة لهم. أليس الأطفال ينشأون وهم يعتبرون الصدق فضيلة، والكذب رذيلة، والأمانة كرامة، والخيانة ذميمة، إلى غير ذلك؟ أليس الأطفال ينشأون على مثل وقيم، يعني يقبلون بعضها ويرونها صوابا، وينبذون بعضها ويرونها خطأ؟ من أين لهم ذلك؟ إذا أقررتم بأن هذا فطرة، لزمكم أن تقروا بما سواه، وإن أنكرتم هذا فقد أنكرتم أمرا معلوما قطعيا يقر به سائر الناس. هذا لون من السجال الذي يمكن أن يقع مع بعض الملحدين. ونعود إلى ما كنا فيه، استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الوجه التاسع والخمسون، أن الشريعة الإسلامية قد حكمت على الخلق أحكاما جميلة لا يمكن إصلاح الأمور إلا بها، لأنها تواجه الظواهر أحسن الله إليكم، لأنها توجه الظواهر والبواطن إلى الخير وتذودهم عن الشرور،
أما باطنها فلأن المتصفين بها الملتزمين للدين على وجه قد توجهت قلوبهم إلى القيام بالدين واعتبروه أفرض الفروض وأوجب الواجبات راجين بذلك فضل الله وثوابه محتسبين خيره، ومن خرج عن هذا منهم فقد جعلت له الشريعة من الحواجز والروادع والحدود ما يعينه على التزامه في عقائده وأخلاقه وأدابه وحقوقه الجميلة المعترف بحسنها عند العقلاء، وذلك السبيل الوحيد إلى إصلاح المجتمع واستقامة الأحوال وسلوك الصراط المستقيم. وأما القوانين الملحدة فإن غايتها إذا قويت أن تسيطر على بعض الظواهر، وأما الأخلاق والبواطن والإيمان والأمن على الأرواح وعلى الأموال والحقوق فهيهات أن تقوم بها قوانين إلحادية تهدف وتقصد أن يكون البشر كالبهائم إباحيين فوضويين في أفكارهم وإرادتهم ومراداتهم، وتفضي إلى الشرور وتنتهي إلى الحروب، وهذا أمر لا يرتاب فيه عاقل. ومما يؤيد هذا أن الأحكام الدينية التي أرشد إليها الشارع باقية ببقاء البشر، وأنظمة السياسيين التي لم تبنى على الدين فإنها مؤقتة بحسب ما يرون مصالحهم ومضارهم. حسبك. أيضا وقع عندكم سقط بسبب اتفاق الكلمات. العبارة هكذا: ومما يؤيد هذا أن الأحكام الدينية التي أرشد إليها الشارع باقية ببقاء البشر، صالحة لكل زمان ومكان، بل لا تصلح الأمور إلا بها، وأما قوانين البشر وأنظمة السياسيين. أحسن الله إليكم. وأنظمة السياسيين التي لم تبنى على الدين فإنها مؤقتة بحسب ما يرون مصالحهم ومضارهم في الوقت الذي هم فيه، ثم تتغير وتتبدل، وربما غيرها واضع وربما غيرها أحسن الله إليكم وربما غيرها واضعوها لأنها من صنيع البشر وصنعهم، كله ناقص، والشريعة الإسلامية ولأنها من صنيع البشر وصنعهم كله ناقص أحسن الله إليكم لأنها من صنيع البشر وصنعهم كله ناقص والشريعة الإسلامية من صنع العزيز الحكيم العليم الذي أحاط بكل شيء علما وعلم مصالح العباد في كل الأوقات والأحوال، فشرعها صالحة لهم موافقة لمصالحهم دافعة لمضارهم، وهذا من أعظم البراهين على إبطال جميع الأصول والأنظمة والأساسات المناقضة للدين، والله أعلم. وأعلم أنه لا يوجد قانون صحيح أخذت به الأمم إلا وهو في الدين على أكمل ما يكون وأصح ما يكون وأسلم ما يكون من النقص، فليأتي المرتاب بمثال واحد خارج عن هذا الأصل إن كان صادقا. نعم، الشيخ رحمه الله كما ترون يركز على بيان محاسن الشريعة، لأن في إثبات صحة الشريعة إثبات لصحة من جاء بها، وإثبات ذلك دليل على صحة ما أخبر به وعلى وجود من أرسله وهو الله عز وجل. ولذلك يكثر الشيخ الحديث من محاسن الشريعة وانضباطها وتحقيقها لمصالح الناس في كل زمان ومكان وأمة للأفراد والمجتمعات، وهذا مسلك حميد ولا ريب. وها هنا بين أن من الفروق بين شرع الله تعالى والشرائع الوضعية أن الشرائع الوضعية قاصرة وأنها عرضة للتغيير والتبديل على الدوام من واضعيها، لأن نظرهم قاصر وإحاطتهم بالأمور محدودة، بخلاف ما كان من عند الله فإنه لم يزل منذ أن أنزل الله شرعه على محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم وهو قابل للتطبيق. والشرائع إما أمور بنائية وإما أمور في باب الصيانة والدرء والزجر، فهي تحفظ الضرورات الخمسة المعروفة. والشيخ تحدى أن يأتي أحد بشيء يعني يتبين به نقص الشريعة أو تفوق غيرها عليها، ودوما القوم يدندنون مثلا بالحدود ويقولون كيف هذه الحدود التي جاء بها شرعكم
فيها قسوة ووحشية، قطع يد السارق وقتل القاتل ورجم الزاني وقتل إلى غير ذلك، قتل المرتد إلى غير ذلك. والحقيقة أن هذه الحدود التي شرعها الله هي عين الحكمة، وهي التي تحسم مادة الشر. فالله تعالى يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وها هي قوانينهم الوضعية لم تفلح في القضاء على الجريمة والحد منها، بل هي في ازدياد. وكذلك قل في بقية الأحكام، فحينما شرع الله قطع يد السارق كان ذلك رادعا عن السرقة بشكل عظيم، فيجعل الله تعالى بإقامة الحد خيرا عظيما ودرءا لمفاسد متعددة. ولما تخلى عنها المسلمون كثرت عندهم السرقات والجرائم وانتهاك الأعراض إلى غير ذلك. ثم قال: قال رحمه الله تعالى: الوجه 60. قال الله تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فذكر جل جلاله أمرين عظيمين يمتنع ويستحيل وجود الكفر مع معرفتهما إلا من معاند ومكابر، فلا عبرة ولا حيلة في هدايته. أحدهما آيات الله التي تتلى على العباد، وفيها الآيات البينات والحجج القاطعات المتنوعة من كل وجه، فمن عرف القرآن وتأمله ورأى اتفاقه وعدم اختلافه وعدم اختلافه وأحكامه وإحكامه وبلاغته وصدق ما أخبر به من الغيب والشهادة وحسن ما شرعه وحكم به، عرف أنه من عند الله، وأن البشر بل الإنس والجن والخلائق لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وكذلك من عرف الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم وما هو عليه من الكمال المتنوع الكامل في روحه وخلقه، الكامل في عقله ومعرفته، والكامل في إنسانيته بجميع مظاهرها، الذي اجتمع به الكمال الإنساني من كل وجه، من عرفه على هذا الوجه عرف وتيقن أنه رسول الله حقا ونبيه صدقا، وامتنع من ذلك أن ينكر رسالته، بل تحقق صدقها بل تحقق صدقها وبطلان من ناقضها، والله أعلم. وقال تعالى: وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. الآيات: إنه الخالق للموجودات عموما وللآدمي خصوصا. عندي الآيات: فتعجب تعالى ممن يكفر به وهو يشاهد، وكل أحد له عقل يشاهد أنه الخالق. سقط من ما بين أيديكم. أنه الخالق للموجودات عموما وللآدمي خصوصا، الموجد له بعد العدم، المتصرف فيه بالأحكام القدرية والأحكام الشرعية وأحكام الجزاء، فكيف يستسيغ أحد بعد هذا البرهان أن يعدل إلى الإلحاد والكفر والإنكار؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، وهو الذي يطعم ولا يطعم، وهو الغني بذاته، والكون كله فقير إليه بذاته من كل وجه. نعم، قول الله تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آياته وفيكم رسوله، هذا الاستفهام للتعجب والإنكار، للتعجب والإنكار، ولا غضاضة في التعبير بنسبة العجب إلى الله في قوله: فتعجب تعالى ممن يكفر به وهو يشاهد، لأن العجب لا يلزم أن يكون ناتجا عن جهل، بل يكون العجب من اجتماع أمرين لا يجتمعان عادة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليهم أزلين قنطين، أو ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. فلما اجتمع هذان الأمران اللذان لا يجتمعان عادة، وهو حصول يأس وقنوط مع حصول فرج في آخر النهار، كان ذلك مدعاة للعجب. وعجب الله تعالى يليق به، ليس كعجب المخلوق الناشئ عن جهل، فهذا قد جاء به القرآن، بل قد جاء في قراءة: بل عجبت ويسخرون. وإن كانت القراءة المشهورة خلاف ذلك، لكن إزالة للإشكال ذكرنا هذه الفائدة، أن العجب
لا يلزم أن يكون بسبب الجهل، بل قد يكون لاجتماع أمرين لا يجتمعان عادة. وكما في هذه الآية بين الله تعالى بأن المعاند لا عبرة أو لا حيلة فيه، لأنه إذا قام عنده دليلان قطعيان باهران فلم ينتفع بهما فلا حيلة به. يقول الله تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آياته. إذن الدليل الأول هو القرآن وفيكم رسوله، وهذا هو الدليل الثاني. فإن لم ينتفع المرء بالقرآن العظيم وما أودع الله تعالى فيه من الدلائل، أو لم ينتفع بمعرفة حال النبي صلى الله عليه وسلم وما جبله الله عليه من الخلال والأخلاق الكريمة، فلا حيلة به، هذا مطموس على قلبه، مختوم على فؤاده، لا, 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 لا يمكن أن ينتفع بحال. ثم قال: قال رحمه الله تعالى: الوجه الحادي والستون أن هؤلاء الملاحدة الماديين فسدت عقولهم مداركها وأعمالها وسلوكها، وذلك أن صحة العقل أن يدرك الحق وأن يعمل به ويسلك الطريق النافع، وهؤلاء أنكروا وجحدوا الحق. فإن الله هو الحق وقوله حق ووعده ووعيده حق، قامت على ذلك البراهين القاطعة الكثيرة التي هي أقوى البراهين وأصدقها، وشهد بذلك لنفسه، وشهد به خيار الخلق من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم، وشهد به جميع العقلاء، وعليه فطرت الخليقة. فمن أنكر هذا فهو إما معاند مكابر قد فسد سلوكه وعمله وقصده التي هي ثمرة العقل، وإما مشتبه عليه الأمر. فهذا أعظم الناس على الإطلاق جهلا وضلالا، لأنه ضل بأوضح الأشياء واشتبه عليه الليل والنهار والضياء والظلمة، وكل من فسد إدراكه أو سلوكه أو كلاهما فإن أقواله لاغية باتفاق العقلاء. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكل من يقبل قول هؤلاء الملحدين فهو أحد رجلين، إما جاهل بحقيقة أمرهم، وإما ظالم يريد علوا في الأرض وفسادا، أو جامع بين الوصفين. وهذا حال أتباع فرعون الذين قال الله فيهم: فاستخف قومه فأطاعوه. وحال القرامطة مع رؤسائهم، وحال الكفار والمنافقين في أئمتهم الذين يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. صحيح أنه إذا فقد الإيمان فسد العقل، تفسد هذه الآلة، لأن الإيمان يصون العقل ويسدده ويرشده، فإذا زال الإيمان ضل العقل وتاه وفسدت آلته، ولم يتمكن من الوصول إلى الحقائق بالطريقة السوية الصحيحة. فلهذا أصاب هؤلاء إما ضلال وإما عناد حرمهم بركة العقل. وكلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في بيان ذلك يقول: كل من يقبل قول هؤلاء الملحدين فهو أحد رجلين، إما جاهل بحقيقة أمرهم، يعني قد أحسن بهم ظن وزينوا في نظره، كما هو جار الآن عندما يتحدث بعض الناس عن الفلاسفة، عن أرسطو، سقراط، أفلاطون، هذا المعلم الأول، هذا المعلم الثاني، فعامة الناس ينخدعون بمثل هذه التزويقات ويتأثرون بها، فيظن بهم ظنا حسنا. وإما ظالم يريد علوا في الأرض وفسادا، لما؟ لأن مؤدى كلام الملحدين التحلل والقضاء على جميع الحواجز والممنوعات، لأنه لا يرجو لله وقارا، ولا يخاف وعيدا، ولا يرجو وعدا. فلذلك كان من ظلم نفسه أن يتبع نفسه هواها، وربما جمع بين الوصفين كما هي حال أتباع فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه، لأنهم أطاعوه للوصول إلى مآربهم الشخصية. أما القرامطة فهم فئة من الرافضة، فئة باطنية من الرافضة، ينسبون إلى رجل يقال له حمدان قرمط. وهؤلاء قوم فلاسفة أتوا بأبشع أنواع العقائد الباطنية، حتى إنهم يقولون عن الله عز وجل: لا موجود ولا معدوم، لا حي ولا ميت، يعني يثبتون النقيضين
ولهم في هذا كلام متهافت. وكذلك أيضا دعواهم الباطنية أنهم يزعمون أن للأشياء ظاهرا وباطنا، فيقولون مثلا الصلاة صلاة العوام قيام وقعود وركوع وسجود، وصلاة الخواص هي الاتصال بأسرارنا، الصيام صيام العوام الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، وصيام الخواص يعني المعنى الباطني للصيام هو الحفظ أسرارنا، والحج كذلك. ويأتون لكل شريعة من شرائع الدين ويجعلون لها ظهرا وبطنا، فلذلك سموا باطنية وهم القرامطة. وقد كان لهم دولة في القرن الرابع الهجري في الأحساء والبحرين، وكان منهم أبو سعيد الجنابي الذي هجم على البيت الحرام واقتلع الحجر الأسود وقتل الحجيج وألقاهم في بئر زمزم. وهكذا تاريخ الرافضة على مر التاريخ تاريخ دموي، لم يزالوا شوكة في جنب الإسلام إلى يومنا هذا، ولكن الناس لا تقرأ التاريخ، وإلا فهم شؤم على أمة محمد منذ وجدوا إلى هذا اليوم، وهم يسفكون الدماء ويقتلون الأنفس البريئة ويبدلون دين الله عز وجل وينشرون الشرك والبدعة، هذا دأبهم، لكن الناس لا تقرأ التاريخ، فالتاريخ مليء بالشواهد. وكان من أشد عصور التاريخ على المسلمين الذي ابتلوا فيه بهؤلاء الرافضة هو القرن الرابع الهجري الذي قال عنه الذهبي حتى عم الرفض الأرض، وذلك أنهم تسلط العبيديون على بلاد المغرب ومصر وفلسطين وأطراف من الحجاز، وتسلط البويهيون على دار الخلافة في بغداد وبلاد المشرق، وتسلط الحمادانيون على حلب وأعمالها، وتسلط القرامطة على الأحساء والبحرين، والصليحيون على اليمن، ولم يبق لأهل السنة إلا بلاد الشام والحرمين. ولهذا يقال عن القرن الرابع الهجري أنه قرن الرفض، قرن الرفض، وكانوا هم الذين وطأوا بلاد المسلمين لقدوم التتاري والصليبيين، عليهم من الله ما يستحقون. ويشبه هذا القرن الذي نعيش فيه شيئا من ذلك القرن، لأن شرهم قد استطار وأذاهم قد استطار حتى مدوا أذرعتهم الخبيثة إلى كثير من بلدان المسلمين، ولا يخفى على ذي عينين ما يجري في العراق والشام واليمن وأماكن كثيرة من بلاد المسلمين، نسأل الله تعالى أن يعتقها من شرهم. هؤلاء هم القرامطة، فهم يعظمون رؤساءهم ويتابعونهم. ومن القرامطة جماعة يقال لهم إخوان الصفا وخلان الوفا، كانوا يصدرون رسائل سرية بلغت 52 رسالة، مشحونة بهذا الكفر البواح، ويعني يلبسونه لبوسا يغررون به على الأغمار والدهماء من الناس. ولهذا لم يحتفي بهذه الرسائل إلا نصارى العرب فأخرجوها، أخرجها بطرس البستاني قبل نحو 50 عاما، رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا، وهم جماعة شيعية سرية كانت تتخذ من البصرة مقرا لها. وكذلك حال الكفار والمنافقين في أئمتهم، فإنهم يعظمونهم ويرجعون إليهم كما حكى الله تعالى عنهم ذلك في سورة النساء، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، إلى غير ذلك من الأدلة. الوجه الثاني والستون. قال رحمه الله تعالى أن قول هؤلاء الملحدين الماديين إذا تصور على حقيقته جزم العاقل بطلانه وقال كيف اشتبه هذا على أحد، ويتعجب من اعتقادهم إياه. وقال إن قول هؤلاء الملحدين أحسن الله عليك. إن قول هؤلاء الملحدين الماديين إذا تصور على حقيقته جزم العاقل بطلانه وقال كيف اشتبه هذا على أحد، ويتعجب من اعتقادهم إياه شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام أحسن الله عليكم. قال شيخ الإسلام ولا ينبغي للإنسان أن يعجب، فما من شيء يتخيل من أنواع الباطل إلا وقد ذهب إليه فريق من الناس.
ولهذا وصف الله الباطل أهل الباطل أحسن الله إليكم. ولهذا وصف الله أهل الباطل بأنهم أموات وأنهم صم بكم عمي فهم لا يفقهون ولا يعقلون، وأنهم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، وأنهم في ريبهم يترددون ويعمهون، انتهى كلامه. فصورة قول هؤلاء الملاحدة أن جميع الموجودات وجدت بغير موجد، وجدت مصادفة من طبيعة عمياء لا علم لها ولا قصد ولا شيء من الشعور العلمي ولا الشعور الإرادي. فلو صورت المحالات والممتنعات بأوضح من هذا التصوير وأشده مكابرة للعقول لم يهتدي المصور إلى تعبير عن شيء ممتنع أبلغ من هذا المنطق الجنوني. وهذا من جزاء من جاءه الحق فرده وانقلب أفئدتهم ونقلب أفئدتهم أحسن الله عليه ويقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ولما كان أمرهم كذلك وما يدعون إليه فاسد مفضوح، يعني لجأوا إلى ستر عورته وسوءته بالكلام الغامض، فلهذا تجدون كلام الفلاسفة كلام في خموض لا يلتقط الإنسان المعنى لأول وهلة، فيظن الإنسان العادي بأنه يخفي وراءه حقائق وأن هذا شيء عميق ليس على مستواه فيظن ذلك، وهم في الحقيقة إنما يرسمون هذه الصورة الخيالية الوهمية ليضفوا عليه شيئا من المهابة، وإلا فما تحته شيء ليس وراءه طائل. والفرق بين كلام الله وكلام غيره أن كلام الله مبين وبين وتبيان. ولهذا أدعوكم مرة أخرى معشر طلبة العلم أن تستعملوا الجملة القرآنية وأن يكون خطابكم بينا، لأن القرآن بيان ومبين وتبيان. فبعض الناس قد يرى أن في الغموض يعني شيء من الجاذبية، لكن هذا لا يصح في مسائل العقائد والشرائع، بل لا بد من البيان والتفصيل وترك الإجمال والغموض. ربما ادعى بعض الأدباء أن في الغموض ذوق وأن فيه شيء من المتعة، هم وشأنهم في أدبياتهم، لكن في مقام بيان الدين والعقيدة والأحكام والشرائع والأخلاق لا بد من خطاب بين واضح. فكما أن القرآن كذلك فليكن أهل العلم على نسقه. تفضل. قال رحمه الله تعالى: الوجه الثالث والستون أنه قد تقرر في الفطر والعقول أن الله له الكمال المطلق والحمد المتنوع، وأنه أكبر وأعظم وأعلى من جميع الموجودات وأعلم من جميع الموجودات ولا تنسب إليه بوجه من الوجوه. وهذا متقرر مستقر في قلوب جميع أهل الأديان وغيرهم من جميع العقلاء المعترفين بوجود الله، وأن ليس كمثله شيء في جميع أوصافه وأفعاله. ولم ينكر هذا إلا فرقة وشرذمة من زنادقة الفلاسفة الدهريين المارقين من الديانات والمعقولات. فجميع أجناس البشر معترفون لله تعالى بهذه العظمة، وإن اختلفت طرائقهم وتباينت دياناتهم وتنازعوا في الأصول أو في الفروع، فهذا الأصل لا ينكره منهم منكر، ولا يجحده إلا المعاندون الذين خرجوا من الشرع والعقل والفطرة، وإن كان لهم عقول وأفئدة أدركوا بها ما أدركوا من علوم المادة، حيث وجهوا جميع قواهم ومجهوداتهم إليها، ولكنهم لم تغني عنهم العقول شيئا في أنفع الأشياء، بل كانت حجة عليهم، فما علموه من علوم الكون حجة عليهم فيما أنكروه مما هو مقصود أصلي، وعلوم الكون كلها وسيلة إليه، فاقطعوا في الوسائل يعني المقاصد. فانقطعوا أحسن الله إليكم. فانقطعوا في الوسائل يعني المقاصد، وبالدليل عن المدلول، وبالكون عن المكون، وبالصنعة عن صانعها، وبقوا في غيهم وضلالهم وطغيانهم يعمهون. والله تعالى له المثل الأعلى، وهو معطي الموجودات جميع ما فيها من القوى والإدراكات والصفات، وهو أحق بالكمال من كل موجود. فالذي علم الإنسان ما لم يعلم من العلوم الواسعة المتنوعة
وأقدره على كثير من مواد الطبيعة وعناصرها، وجعل له السمع والأبصار والأفئدة. هذه الأمور وغيرها لم تحصل للبشر إلا بإيجاده وإمداده وتعليمه وتسخيره. أفبهذه النعم الجليلة والفوائد السابقة يكفر به الكافرون ويجحد الجاحدون؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ نعم، سبحانه وبحمده. أما القسم الأول من هذا الوجه فهو يتعلق بإثبات وجود الله، وأن عامة بني آدم مقرون بوجوده سبحانه وتعالى وبربوبيته من حيث الجملة، حتى إنه لا يكاد يعرف أحد من بني آدم يثبت صانعا للكون مع الله. حتى المجوس الثانوية يعني وإن أثبتوا خالقين، خالق للخير خالقا للخير وخالقا للشر، إلا أنهم يعتقدون أن خالق الخير أقوى وأولى، وأن الظلمة طارئة حادثة، فهم لا يثبتون صانعين متكافئين. المقصود أن جميع بني آدم باستثناء هؤلاء الملاحدة مقرون بوجود الله تعالى، وإن وقع عندهم شيء من الأخطاء في التفاصيل كما هو معروف كتثليث النصارى وغير ذلك، إلا هؤلاء الزنادقة من الفلاسفة الذين أنكروا وجود الله عز وجل. ثم لما قرر الشيخ اتفاق بني آدم على إثبات وجود الله تعالى، انتقل إلى مقام آخر وهو استحقاقه سبحانه وتعالى لصفات الكمال، لأن له المثل الأعلى. فلما كنا نرى في الموجودات من يتصف بصفات كمالية تليق به كالعلم والقدرة والإرادة ونحو ذلك، فلا ريب أن واهب الكمال أولى بالكمال، فمعطي الشيء أولى به، كما أن فاقد الشيء لا يعطي، فمعطي الشيء أولى به. فالذي أعطى الإنسان علما وقدرة وسمعا وبصرا وحياة لا بد أن يكون له من ذلك المثل الأعلى، فله من العلم أكمله، وله من البصر أكمله، وله من السمع أكمله، وله أكمله، وله من الحياة أكملها، وهكذا. فيكون لله تعالى الوصف الأعلى، وهذا هو معنى قوله وله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. ولا يلزم من الاتفاق في أصل الاسم الاتفاق في الكيفية والكن، بل هذا قدر مشترك يكون في الأذهان ويتخصص في الخارج. يعني إذا أضيف العلم إلى المخلوق صار علما يليق به، وإذا أضيف إلى الخالق صار علما يليق به. السمع إذا أضيف إلى المخلوق فقيل سمع المخلوق صار سمعا يليق به، وإذا أضيف إلى الخالق صار يليق به، مع أنه في الأذهان المعنى مشترك، وهو أن السمع معناه إدراك الأصوات، لكن شتان بين سمع وسمع. تقول عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لفي جانب الدار يخفى علي بعض كلامها، وقد سمعها الله من فوق سبعة أرقعة. أرأيتم؟ فالمخلوق يسمع والرب يسمع. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. سمع ويسمع وسميع، فله السمع قطعا، وسمعه سبحانه غاية ما يكون في السمع، كما أن بصره كذلك، فهو يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. والحمد لله رب العالمين. Thank you.